السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده، اموركم كامله يا ربي تكون مزيانه. ومرحبا بكم في قناه سميره فاميلي. اليوم ان شاء الله وصفتنا اكثر من رائعه، شكشوكه او البيض ومطيشه المتداول عليه، اللي كيجي غزال بزاف، كيجي بنين، مع طريقه متميزه باش كنحضروا انا الداري لوليداتي والاسره ديالتي الصغيره. نتمنى الفيديو ديال اليوم يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. نبقاو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. ناخذ شويه ديال زيت المائده غير القياس، انا شلت على المقله ديالي تسخنات، غادي نديروا عليها واحد بصله كبيره مشلضه بحال هكذا، ونخليوها تطيب مزيان تتقلى معانا. نقص عليها شويه البوطه ونخليها تطيب. بعد ما تحمرت معايا البصله مزيان كيف ما كتشوفوا كتولي بحال هذا الشكل هذا، دابا ان شاء الله غادي نضيف عليها مطيشه. عندي هنا 4 ديال الحبات ديال المطيشه، جوج حكيتهم في الحكاكه الغليظه، وجوج قطعتهم طريفات صغار او مكعبات صغار. بسم الله، نحركو الخليط ديالنا مزيان بحال هكذا. دابا ان شاء الله نضيفو العطريه ديالنا. بالنسبه للعطريه غادي نديرو شويه ديال التحميره اولا البابريكا، راس معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، راس معلقه صغيره ديال السكنجبير اولا الزنجبيل، شويه ماشي بزاف ديال السودانيه، ومن طبيعه الحال راس معلقه صغيره ديال الملحه. صافي، نحركوا هذا الشيء مزيان، هذا الخليط ديالنا كامل تطيب معنا مطيشه حتى هي بحال هكذا. عاد باش نضيفو خليط ما بين القزبر والمعدنوس، ونضيفو البيض، نخليو الخليط ديالنا يطيب كيف ما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طابت معنا مطيشه مزيان وتعسلات، دابا ان شاء الله غادي نضيفو معلقه كبيره خليط ما بين القزبر والمعدنوس. ها انتم شوفوا تنشفات مزيان مزيان من الماء كيف ما قلت لكم، وتعسلات مزيان بحال هكذا. نزيدو ليها غير واحد الدقيقه صافي، ونديرو عليها البيض. ورجعت لكم من جديد بعد ما طابت معايا لاصوص. دابا ان شاء الله خديت هنايا 4 الحبات ديال البيض، وغادي نبدا ان شاء الله نفرغهم هنايا فوق هاد المطيشة هادي. بسم الله، نحاول نفرغهم بطريقة متساوية. وها هو الطبق ديالنا، ما نحركوهم ما والو، نخليوهم غير بحال هكذا ونغطيو عليهم، نحسبوا لهم واحد 5 ديال الدقائق ويكون ان شاء الله الطبق ديالنا موجود. وهنا يا لاله الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي اكثر من رائع، كيجي غزال بزاف. كنتمنى انكم تجربوه هنا الاعجاب ديالكم،
وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم وشهيوة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.